رجعنا لكم مشاهدينا، واليوم موضوعنا عن طلاب المدارس، ووسائل النقل التي تستخدمها المدارس الخاصة والحكومية لنقل طلاب المدارس. طبعا السنة اللي فاتت شفنا حوادث مؤسفة لباصات ممكن تكون مرخصة أو غير مرخصة، ممكن تكون حديثة أو قديمة عمرا، استخدموها المدارس لنقل الطلاب، وطبعا كانت نتيجتها الكثير من الحوادث لطلاب، منهم من يعني فقد حياته، منهم من تعرض لإصابات جسيمة. بهذا الموضوع وبهذا الخصوص نستضيف الأستاذ منذر الصوراني، نقيب أصحاب المدارس الخاصة. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر، وأهلا وسهلا فيك استديوهاتنا. الله يحفظك أستاذ منذر. إحنا يعني كل سنة بنواجه بداية السنة هي إشكاليات بتصير عن يعني المواصلات، المدارس الخاصة، تسجيل القبول، المدارس الحكومية، وهذا مرخص هذا مش مرخص. احكي لنا ابرز التحديات اللي بتواجه يعني المدارس الخاصه بدايه كل سنه، يعني خاصه اكبر تحدي موجود الان هو الاكتظاظ المروري. يعني هذا بيمتص وقت المدارس الخاصه، لانه الدوام عندنا يبدا الساعه 8 صباحا. هذا يعني انه كل وسائل النقل العائده للمدارس الخاصه يجب ان تكون على ابواب المدارس الخاصه تقريبا الساعه 8 الاربع. هذا التحدي الكبير. لكن من حيث يعني موضوع الحوادث اللي بتحصل، هو يحصل في أي قطاع، يعني مش محصور في المدارس الخاصة. صحيح. لكن هنالك أحيانا عامل القدر بيلعب دور، هنالك الإهمال بيلعب دور، هنالك التجاوز، عدم الالتزام بقوانين وأنظمة السير بيلعب دور. وبتعرف إحنا منطقة، أنا بشبهها دائما العاصمة عمان منطقة وعرة، لأنها تختلف عن كثير من عواصم العالم، لأنها منطقة جبلية. يعني صحيح. يا صعود يا نزول. هذا صحيح يعني مكلف لكافة وسائل النقل في المملكة من حيث الصيانة. لكن احنا في السنوات الماضية منذ 5-6 سنوات تم تحديث كافة وسائل النقل. يعني في عام 2016 انتهينا من التحديث نهائيا، اصبح كل باصاتنا حديثة. وسائل النقل الموجودة في المدارس الخاصة في الأردن تحديدا هي أفضل يعني بدرجات عن كثير من وسائل النقل الموجودة في الوطن العربي. خليني أنا أحدد لك، لأني أنا زرت يعني كثير من الدول العربية، وجدت أنه إحنا متفوقين في وسائل النقل. والمدارس الخاصة تحديدا اللي بتقدم خدمة ويعني وعلى أساس أنه لها يكون لها سمعة، تعمل على تحديث باصاتها كل 10 سنوات مش كل 20 سنة. صحيح. طيب بعد الحوادث اللي شفناها أستاذي والأضرار اللي لحقت بالطلاب وأهالي الطلاب طبعا بفقدان ولد أو إصابته، إيش الإجراءات التي حثت عليها نقابة أصحاب المدارس الخاصة وعممتها على المدارس ممكن مشان يحدوا من عدد هذه الحوادث، أو نختصر على حالنا مثل هيك أحداث مأساوية؟ شوفي، هناك جهات مسؤولة، هي المسؤولة عن النقل المروري في العاصمة عمان. يعني هي جهات مسؤولة بنص القانون. إحنا ما لنا دور في هذا الحكي، احنا لنا دور يعني توجيهي. احيانا بننسق مع مديريه الامن العام باقامه دورات. كنا في الماضي نعمل دورات من خلال المعهد المروري. احنا دورنا توضيحي، دورنا توجيهي. لكن حقيقه في بعض التجاوزات، يعني في اشخاص يعني سائقي، وتحديدا الاشخاص اللي اعمارهم يعني تتجاوز 30-35 بكون متحمس وصار معه كافة الفئات عم بسوق باص. أحيانا حقيقة أنه بكون هو متهور في كثير، بمعنى يعني بيستخدم الراديو أحيانا، وبعدين بتناول السندويش بالسيارة، وبيحكي موبايل في الباص، ويعني في قصص كثيرة. لكن تعليماتنا واضحة، إحنا كل المدارس الخاصة لها تعليمات تنصح السائقين بالتالي، يعني عدم الدخول في شارع معاكس، عدم التجاوز، عدم الوقوف في مكان ممنوع، عدم وقوف الباص بعكس اتجاه البيت، عدم استخدام التليفون، عدم استخدام التدخين، اي تواصل ما لك علاقه كسائق باص مع ولي الاب او الام، لانه في مرافقه في الباص. يعني كل هذا احنا من وجه، لكن حقيقه لا يخلو الامر من خطا، وقد يكون مرات الخطأ صغير لكن أحيانا يكون كبير كما حدث في طريق المفرق. صحيح. طيب أستاذ منذر، إحنا معنا اتصال من مدير إدارة السير المركزية العميد صابر، لسه مش جاهز.
طيب انت حكيت انه استاذ منذر بخصوص الباصات انه تحديثها كل 10 سنوات. لا كل 20 سنة. كل 20 سنة بس حاليا يعني متوفر في باصات موجودة لها 20 سنة عند المدارس الخاصة؟ لا في 2016 احنا بنحكي يجب ان يكون الموضوع انحسم نهائيا. يجب ان يكون تم حسب. التدقيق عليه يعني تم هذا بعود لدوائر الترخيص يعني. يعني انتم كنقابك كدوركم مثلا احنا نظامنا مختلف تماما. احنا الدفاع عن اصحاب مدارس الخاصة أو ترتيب المهنة والتنسيق بينهم أمور يعني بتظل عملية يعني ودية عارف كيف؟ لأنه إحنا أصحاب مدارس أسسوا نقابة للدفاع مصالحهم صحيح. طيب بس مش عن الخطأ مشان نتفق. طيب هلأ بالنسبة لسائق الباص بدي أعرف سائق الباص هل في شروط باختيار سائق الباص؟ هل لازم يكون مثلا مع عدم محكومية؟ ممكن طبعاً. يكون أتم عمر معين؟ طبعاً طبعاً. إيش الشروط اللي لازم تتوافر بسائق طبعاً باص؟ أنا يعني أنا طبعاً يعني ما في تعيين سائق باص لا يحمل كافة الفئة العليا نتفق كرخصة قيادة بالضبط. وبعدين لابد يكون للمركبة في بطاقة بسموها بطاقة تصريح أو شيء من هيئة تنظيم قطاع النقل. لكن والله أنا بكون مسرور الصحيح يعني هاي فكرة أطرحها الآن إذا تم توحيد الزي المدرسي لكافة. طيب أستاذ منذر بس عفوا الاتصال صار جاهز معنا. معنا العميد صابر نيبو مدير إدارة المركز سمير بينو معنا موجود العميد. سيادة العميد تسمعني؟ نعم سامك صباح الخير. صباح الورد سيادة العميد. بدي أسألك بخصوص إحنا اليوم موضوع نقاشنا بخصوص حوادث السير للباصات اللي يعني نقل الطلاب بالمدارس الخاصة والحكومية. حابين نستفسر منك عن أرقام عدد السيارات اللي تم ضبطها كمخالفة يعني إنها تنقل طلاب بس غير مرخصة وغير مؤهلة إنها تنقل الطلاب. سيدي إحنا بداية يعني بصدع عليك وجميعا بصدع كافة الإخوة المستمعين بدي أحكي موضوع الحملات الباصات المدرسية. تبدأ عنا مع بداية السنة الدراسية وتنتهي بانتهاء السنة الدراسية. خلال السنة الدراسية الماضية يعني قمنا بإيقاف ما يزيد عن حوالي تقريبا 14,000 باص. وجدنا أنه 4,000 وبعض اللي يعني نقول شوية فيها الباصات فيها بعض المخالفات. هذه المخالفات يعني كانت تختلف من يعني بعض الباصات كانت في مخالفات تحت الإشارة الحمراء. كان في مخالفات سرعات يعني تجاوز السرعة المحددة. أيضا عدم استخدام الجهاز التكوغراف. كان في تحمير ركاب بزيادة. أيضا من المخالفات يعني لانتهاء تصريح القيادة. مخالفات الوجود الإطارات الماسحة وأيضا خروج الدخان واستخدام الهاتف النقال. بعض السائقين وجدناهم يعني لا يحمل تصريح أمني وبعض السائقين كانت عليهم قيود أمنية كونه ما كانوا دول سواقين اللي معينين أصلا لهذه الحافلات أو الباصات. كما أنه بعض السائقين كانت رخصهم لا تحولهم. يعني اللي البنود كثيرة ولكن هذه أبرز المخالفات اللي كررت واللي تعاملنا معها. طيب سعادة العميد يعني احنا بالاعوام الماضيه شهدنا كثير من الحوادث يعني سيادتك شو الاجراءات الوقائيه لتجنب هاي الحوادث يعني العام هذا يعني؟ في بدايه يعني اجراء من جهه واحده فرضا يعني من جهتنا كاداره سير انه اجراء من جهه واحده لا يكفي لانه احنا قد نستطيع ايقاف باص يعني او يمكن بعض الباصات لا نستطيع ايقافها لانه لقد لا يصلح انه تمر من قدام ما دوريات لانه احنا نتواجد في بعض المناطق اللي خلينا نقول المناطق المفصليه الرئيسيه ما بنكون على ابواب المدارس. صحيح. فيجب يعني الاهتمام من اصحاب المدارس نفسها كونها كل مؤسسه وهذه الباصات تطلع لهذه المؤسسات تسوى من كل مدير مدرسه او الشخص المعني بالمدرسه انه يتابع امور الباص وشروط السلامه العامه، يتابع السائقين الموجودين عندهم ويتأكدوا انه هذه الشروط اللي وضعت من قبل جهات متعدده انه يتم يعني متابعتها والتاكيد عليها. السائقين والباصات اذا لم يتم متابعتهم والتفتيش عليهم بشكل دوري هذه الملاحظات يعني راح تحدث. بعض المدارس يعني بدون ما اذكر اسمائها وجدنا انه لا يوجد عندها اي مخالفه، لما تتبعنا هذا الموضوع وجدنا انه هناك متابعه مستمره من إدارة المدرسة ومن أصحابين المدرسة من أشخاص معنيين بشكل دوري سواء من أمور الصيانة أمور النظافة حتى أنه بتابعوا الباصات خلال فترة الحركة ليس أثناء وجودها فقط داخل المدرسة
وانما لما تتحرك من يعني من والى وتروح تنقل الطلاب يعني وجدنا انه بيتابعوا مدارسهم، بيتابعوا الملاحظات اللي بتيجي على هذه الباصات. يعني يفترض انه ايضا كل باص يكون عليه رقم هاتف المدرسه بحيث اي مواطن اي يعني اهل الطلاب الموجودين اذا في عندهم ملاحظه يشكوها مع هذا الرقم مباشره. صحيح. في بعض المدارس في يعني ملتزمه بشكل كبير، بعض المدارس يعني بدي اشيد الشكر على اجراءاته، ويعني اقول انه في هناك تميز بالاجراءات تتبعها فيما يتعلق بباصات المدارس. يعني سيادتك التعاون بين المدارس وقطاع الامن العام يعني هو اللي بيعطي النتيجه، اما زي ما تفضلت انه مثلا مراقبه من جهه واحده غير كافيه. سيادتك ليس فقط مع الامن العام، حتى مع الاهل. صحيح صح صحيح. يعني الان هناك دور على الاهل لما كمان يشوفوا انه السائق لما يجي وقت الباص ويحمل الطلاب وينزلهم انه هل يتبع شروط السلام العامه من حيث التنزيل، من حيث التحميل، اذا في يعني بعض الامور بعض الملاحظات الظاهره، اذا الشبابيك او نوافذ الباصات هل يوجد عليها حمايه، هل يتقيد انه والله المسافه اللازمه بالقرب من الرصيف، التحميل والتنزيل هل يتم من امام السياره، من امام الباص ومن خلف الباص، هل هناك مرافق للسائق ولا ما في مرافق؟ في شروط كبيره يجرى ايضا بالاهل متابعتها. طيب سيادتك انت زي ما تفضلت انه الاهل لما يعطوا مثلا يحملوا الطالب للمدرسه بدهم يتابعوا يعني الحافله وهي عم تحمل الطالب هذا وعم تنقله، بس اثناء السير يعني ما بكون في رقابه، خلينا نحكي في اليات جديده، يعني سمعت في حمل جديده من اداره السير لضبط هاي المخالفات. يعني الحمله زي ما حكيت لك سيد الكريم من بدايه السنه الدراسيه واحنا الان اصلا بدينا بالحمله. صحيح. وغير الحملة التي نقوم بها من خلال دوريات منتشرة في الميدان، هناك أيضا حملة توعية. يعني بنوعي للأصحابين خلينا نقول الأهالي، بنوعي الطلاب من خلال زيارات المدارس، بنوعي حتى السائقين أنفسهم. صحيح. هناك أيضا حملة موجهة للمجتمع بشكل عام إنه هذا الموضوع موضوع يعني جدير بالاهتمام والمتابعة من كل الجهات، وليس من جهة واحدة، ليس من المدرسة فقط، ليس من الوزارة، بل من كل الجهات المعنية. صحيح. طب سيادتك يعني سؤال اخير بدي اسالك اياه، في احتمال يعني لو صار في يعني اشتراط تركيب كاميرات داخل الباص يعني الحافله الطلاب بحيث تكون الرقابه موجوده يعني اثناء المسير واثناء التنزيل واثناء التحميل، يعني بكون ممكن هاي ممكن تخفف انه كانضباط السائقين مثلا او التزامهم بقوانين السير؟ سيدي اي اجراء يعني يحقق الردع والالتزام انا بقول انه راح يجيب نتيجه جيده ونتيجه يعني افضل من جيده، جيد جدا، لانه طالما احس السائق او المؤسسه خلينا نحكيها المدرسه انه والله متابعه على كل ما يجري اكيد اتوقع انه راح يكون هناك التزام. اكيد اكيد. يعني سيادتك انا بشكر اتصالك معنا وبشكر وقتك يعني العميد سمير بينو، شكرا لحملتكم وجهودكم المكثفه يعني انتم اداره السير المركزيه، شكرا جزيلا لكم يعني كل الكوادر العامله فيها على المتابعه والاهتمام بهذا الموضوع، لانه زي ما حكينا الموضوع يخصنا جميعا. اكيد طبعا، لانه كلنا لنا اطفال وكلنا لنا طلاب. صحيح. يتنقلوا عبر هذه الباصات. صحيح صحيح. شكرا لك سيادة العميد، ويعني إن شاء الله الله يجعل كل أبنائنا بخير يعني ويعطيكم العافية. آمين يا رب. آمين. الله يسعدك ويسعد أوقاتك. نعود معك أستاذ منذر، إيش تعليقك على الحملة؟ لا هي أصلا هيك في بداية كل عام يعني دائما دوائر السير بتقوم بهذه الحملة. هي الحملة مش عقاب للمدرسة، لا أكيد هي طبعا قدر ما هي يعني حملة أرواح الأطفال لتحديد موطن الخلل. صحيح. يعني أرواح الأطفال أولويات يعني. لكن أنا بدي أعقب على كلام عطوفته أنه اللي تفضل فيه صحيح. عندنا مدارس في الأردن مميزة تتابع باصاتها من خلال كاميرات ومن خلال وسائل اتصال اخرى، بيعرف فين مكانه، فين موقعه، شو سرعته، بيعرف هاي التفاصيل. في كاميرات مزوده بس أينا. مش على الكل، مش يعني هاي المدارس المميزه بالضبط. هلا بنحكي احنا المشكله وين اصلا؟ وين مكانها؟ قد يكون في جزء منها بسيط جدا في المدارس المميزه، اخطاء فرديه، ممكن سرعه زياده بتواجهوها او تجاوزات فرديه أو احنا مشكله الزمن والوقت هي مشكله حقيقه تربكنا وتربك الاهالي. المشكله عندنا وين احنا؟ في اطراف العاصمه عمان والمحافظات. يعني يعني ما في سيطره، في سيطره بس ما يعني البلد يعني الاطراف كبرت واتسعت وفتحت مدارس عديده.
يعني بديش اقول لك السيطره ما في سيطره، في سيطره، لكن تعرف باصات الفان هاي مشكله حقيقه. صحيح. ان ولي الامر الطالب، انا بستغرب ولي الامر الطالب بدفع 20 دينار لابنه بالشهر، بينما لو دفع 200 دينار لمدرسه خاصه افضل له. عرفت كيف؟ يعني هاي في عندنا مشكله قائمه، واعتقد دوائر الترخيص او السير اللي تتابعها ما هو بيلجأ لها نتيجه الوضع المادي يعني. ما لا لا اكيد ما ليش ما يخففهم حتى في المحافظات شو المحافظات في النقل، شو القسط مع النقل 400 ليره مع النقل، يعني 40 دينار اقل من نص باكيت دخان اذا بنحسبها احنا بال هاي وسائل النقل العامه. لا لا يعني مدرسه خاصه عندها باص، باص مرخص حسب الاصول، شو باخذ قسطه في مش اقل من 150؟ لا لا انقص كاملا الدراسه. هم بيحسبوا الدراسه يعني لحال في مدارس في استاذي. هلا في منافسه، في مدارس تاخذ 400 و500 مع النقل مع الزي مع كل شيء. في هذا موجود. انا موجود حد ادنى 500، فاحنا بنحكي عن فئه اللي هي الصحيح يعني اللي تتعامل يعني تعتاش على الفوضى. عارف كيف هاي المشكله؟ هاي الفئه حقيقه بتربك العمليه التعليميه الخاصه. يعني وزارة التربية والتعليم ليس لها دور في هذا الموضوع ولا إحنا ولا. لكن اللي بقوله أنا حتى نعيد ترتيب الأمور، يعني الآن حان الوقت لولي أمر الطالب، ولي أمر الطالب أن يغير من نمط سلوكه. يعني لا يركن على المدرسة في التدريس وفي الباص يعني أقل بيت عندنا الآن، أقل بيت في عنده سيارتين أو ثلاثين، ما بده يودي ابنه على المدرسة الخاصة إلا في الباص، لأنه بظنها من 9 و10. هذا الحكي يعني لابد بعد النظر فيه، يعني ولي امر الطالب انه انا ليش اودي ابني في باص مدرسه؟ لانه يفترض سيدي انه باص المدرسه هو جزء من امان الطالب، اذا انا ما عندي امان بباص المدرسه انا ما عندي امان بالغرفه الصفيه، ما عندي امان بساحه المدرسه. هلا يعني احنا بس اللي بيقدر يوصل ابنه يوصل ابنه ويريح. عم بقول هلا الامان موجود في وسائل النقل في المملكه، كل وسائط النقل في المملكه معظمها مرخصة وحسب الأصول. لكن أنا الآن أنا مثلا بحكي عن نفسي، خليني أكون أنا عينة، أنا باص النقل بمر من قدام بيتي بالدروع على البلد جوا، ما عم بركبه، عم باخذ سيارتي أنا. صحيح. وبنزع بلد، بعمل اكتظاظ وممكن أتخالف إذا وقفت في مكان ممنوع. صحيح. الأفضل إلي أنا كولي أمر طالب ما دام هذه الوسيلة موجودة إني أستخدمها. أنا عندي يعني ليش أنا أودي ابني في باص مدرسة من الساعة 6:30 للساعة 7:30 جولة ويقول لي والله يا أخي الباص اتأخر الباص. القضية مش قد يعني في ضغوط على المدارس الخاصة من كافة الأطراف، واحنا بتعرف نفترض هيك انه المدارس الخاصه مشروع وطني اولا، تدعم الحكومه توجهاتها في التعليم، اثنين ابواب رزق لكل الناس، لانه يعمل عندنا حوالي 50,000 موظف احنا على مدار طبعاً. بالضبط. فالمشكله حقيقه بدها مشروع دراسي يعني. طيب بدي اعرف دائره السير بعد الحوادث اللي صارت، صاروا يشددوا بحملات المراقبة على الباصات من حيث الأوراق الرسمية وإذا إنه عنده حق عدم محكومية أو لا السائق. كنقابة أصحاب المدارس الخاصة إيش عملتوا بعد ما شفتوا هاي الحوادث؟ إيش هي الإجراءات اللي قمتوا فيها؟ إحنا شوفي يعني كأصحاب مدارس إحنا طبعا يعني حريصين إنه ما يلحق في مؤسساتنا أي أخطاء، لأنه بتعرف المسألة ما هي طرف في المشكلة. يعني أنا يوم أرتب أمور مدرستي أو أي مدرسة أخرى بدي أكون حريص، لأن المدارس الخاصة بتتعامل مع النقل على أنه يعني مزعج وحساس ومربك. صح. لأنه الفوكس يعني النظرة للمدارس الخاصة تختلف عن النظرة لأي قطاع آخر 100%. لأنه إذا طفل وقع إحنا إيده يعني لا سمح الله صار في الأردن كله بتكلم فيها. صحيح. إحنا هذا الحكي ما بدنا إياه لأنه بمس مصالحنا. صحيح. احنا يجب ان نكون بافضل حال واحسن صوره. صحيح. طيب خلينا ناخذ اتصال من الاستاذه عبلة الوشاح، وهي النطق الرسمي او النطق الاعلامي باسم هيئه النقل البري، معنا على الهاتف. الو. نعم سمعتينا؟ يعطيك العافيه ستي، صباح الخير. يعطيك العافيه، صباح النور، اهلا. يسعد صباحك ستي. بدنا عم نحكي هلا بموضوع وسائل النقل للطلاب في المدارس الخاصه او الحكوميه. طبعا بدنا نعرف انه بعد مرور عامين على وضع هيئه النقل البري مسوده للتعليمات المتعلقه بوسائل النقل لطلاب المدارس الحكوميه، ما زالت هاي المسوده حبر على ورق،
ايش الاسباب انه هاي المسوده لسه حبر على ورق لم تطبق على ارض الواقع؟ نعم ستي، يعني صباح الخير. وفيما يتعلق بطلاب المدارس، يعني هؤلاء يعني نقل ملفين منفصلين. احنا عندنا نقل طلاب المدارس الخاصه وعندنا طلاب المدارس الحكوميه. هلا فيما يتعلق بنقل طلاب المدارس الخاصه، هنالك اسطول خاص لكل مدرسه والهيئه معنيه بمراقبه هذه الحافلات للمدارس الخاصه، معنيه ايضا بان يكون هنالك رقابه لعدد الحافلات داخل المدارس الخاصه مقارنه بعدد الطلاب، وايضا معنيه بالاجراء باعاده الترخيص السنوي لهذه الحافلات وبمقومات السلامه العامه ايضا بالتعاون مع اداره ترخيص السواقين والمركبات. فيما يتعلق بنقل طلاب المدارس الحكوميه، نعم يعني هنالك تعليمات تم وضعها في السابق وهنالك كان رؤيه للهيئه. هلا موضوع نقل طلاب المدارس الحكوميه لم يكن ضمن الانماط الموجوده التابعه لهيئه تنظيم النقل البري، وهذا النمط استحدث جديدا بسبب زياده هذه الظاهره واستخدام الحافلات الركوب الصغيره مقابل الاجر والتي تحمل النمره البيضاء من اجل نقل طلاب المدارس، واصبحت مهنه جديده وتم امتهانها من عدد من المواطنين لنقل الطلاب للمدارس الحكوميه، حتى ان البعض تجاوز الى استخدام هذه الوسائط لنقل ايضا طلاب المدارس الخاصه والابتعاد عن حافلات المدارس الخاصه. لا اخفيك كان هنالك دراسه معمقه ايضا لهذا النمط. كان هنالك اطلاع على تجارب الدول الاخرى المجاوره لكيفيه نقل طلاب المدارس الحكوميه. كان هنالك تعليمات، صدرت مسودة تعليمات بالتعاون مع الهيئة ووزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام سواء كانت إدارة الترفيه. هل تم الاجتماع بين هذه الهيئات ستي عشان نعم اجتماعات مكثفة لمعالجة الموضوع؟ نعم، لأنه أنت تتحدثي عن عدد، يعني عن كم كبير من المدارس الحكومية، عن مسافات متباعدة، عن محافظات، عن ألوية، عن أقضية، عن مقومات السلام العامة داخل الحافلة، عن سعة الحافلة التي ستنقل الطلاب، عن أيضا الجدوى الاقتصادية للمشروع. لأن نحن الآن نتحدث عن حافلات يجب أن تكون تخضع لشركة، وهذه الشركة يجب أن يكون لديها لوجستيات، مكتب وموظفين وإداريين، يجب أن يكون هنالك مرافقة داخل هذه الحافلة، ويجب أن تكون هذه الحافلة يعني بالضبط هذه الحافلات شبيهة تماما بأسطول نقل طلاب المدارس الخاصة. طب ستي ليش ما دورنا على حل أبسط من وجود شركة؟ يعني لبين ما تصير في عنا شركة ولبين ما تصير مختصة بنقل طلاب الحكومة، ممكن يكون في حلول أبسط يعني شوي لضبط الموضوع. سياسة الهيئة هي ليس التعامل مع المشغلين الفرديين، وإنما التعامل مع شركات حتى نستطيع التعامل مع هؤلاء المشاكلين. يعني سياسة الملكية الفردية هي يعني نحن نسعى إلى إزالة الملكية الفردية، يعتبر تشوه في قطاع النقل. لا أخفيك الملف الآن وصل إلى مرحلة أنه لابد أن يكون هنالك دراسة لحاجة المملكة من هذه الخدمة، وفعلا تمت الدراسة وتقدمت شركتين هندسيتين لدراسة حجم المملكة من نقل طلاب المدارس الحكومية، وإن شاء الله قريبا سيتم الإعلان عن هذه النتائج، وعلى ضوء هذه النتائج سيتم طرح عطاء في المناطق التي تبين أنها بحاجة لنقل طلاب المدارس الحكومية. مراقبة هذه الشركات راح يكون من قبل الهيئة ولا من قبل إدارة السير ستي؟ لا ستي، بالتأكيد ضمن ستكون خاضعة لقانون هيئة تنظيم النقل البري، لأن التعليمات ستكون صادرة من هيئة تنظيم النقل البري. ومتى المتوقع إقرار التعليمات؟ يعني إن شاء الله في القريب العاجل. هي كان متوقع إقرارها، ولكن مجلس إدارة الهيئة ارتأى بأن يكون هنالك دراسة تبين حاجة المملكة، يعني حتى نستطيع حتى لا نطلق الموضوع على إطلاقه ولا تكون هذا العطاء يعني هذا الاستثمار على إطلاقه، فلا بد أن تكون الأمور أوضح. فارتأى مجلس الإدارة بأن يكون هنالك عطاء لدراسة حاجة المملكة من هذه الخدمة. يعني قد تختلف الخدمة من محافظة المفرق إلى محافظة الدرقاء إلى البلقاء إلى مادبة وهكذا. أيضا يعني هنالك أمور متداخلة ستي، يعني
يعني احنا الان نعمل على اعاده هيكل الخطوط محافظه اربد على سبيل المثال، ونحن نعمل على مشروع النقل الحضري. النقل الحضري يعني بحسب يعني رؤيه دوله رئيس الوزراء عندما جاء الى الهيئه واجتمع بالمعنيين بقطاع النقل، كان هنالك وجهه نظر بان مشروع النقل الحضري عليه ليس فقط ان يخدم المواطن الراكب المتنقل العادي، يجب ان يخدم الطالب سواء كان طالب مدرسي او طالب جامعي. وبالتالي اصبحت الامور الان يعني متداخله نوعا ما، لان هنالك اكثر من يعني رؤيه للهيئه في اكثر من محافظه. نحن الان نعيد النظر بخطوط الاربد وبخطوط الزرقاء وبايضا خطوط محافظه مأتبة. طيب ستي بدي اعرف انا هلا بدي اعرف لو سمحتي، انه عم نحكي عن دراسات لمحافظات مختلفه، مناطق تعتبر جيوب فقر ومناطق تعتبر عاليه الدخل، بالنسبه للتكلفه على الطفل اللي بده ينتقل من خلال الشركات اللي عم تحكي لي عنها من والى المدرسه، هل سيتم الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي لكل منطقه ولا راح تكون تسعيره موحده لكل المناطق؟ لانه كمان بدي اعرف صراحه انه الاهل اذا صار في عندنا هاي الشركه وكانت الاسعار مرتفعه على الشخص مع الصعوبات الماديه اللي بنمر فيها، مش راح يحط ابنه بالباص، راح نرجع للباص النقل الخاص. النقل الخاص، نعم اشكرك. يعني يمكن هاي من الامور اللي يمكن اخرت عندنا الموضوع شوي، لانه بتعرفي موضوع الجدوى الاقتصاديه، احنا بهمنا الجدوى الاقتصاديه للمشغل، ولكن بهمنا بنفس الوقت انه ما يكون فارق في الاسعار كبير ما بين كان مستخدم في السابق وما بين الخدمه الجديده. وبالتالي يعني الهيئه كانت تسعى وما زالت تسعى ايضا لتوفير الدعم الحكومي لمثل هذا النوع من الخدمه، وان شاء الله يعني سيكون هنالك دعم توفره الحكومه لهذا النوع في بعد ان يتم الاعلان عن نتائج الدراسه، لانه زي ما ذكرت يعني يمكن تكون التكلفه عاليه على الاهل، يمكن تكون الضعف، لانه الان الخدمه اختلفت وهي زي ما حكيت لك شبيهه تقريبا بخدمه نقل طلاب بالمدارس الخاصه. طيب ستي بدي اعرف، مع عدم اقرار التعليمات والى حين اعتماد المسوده وظهور الموافقات عليها واعتمادها واقرارها، ما هي الاجراءات المتبعه من الهيئه لحمايه ارواح الطلاب اللي عم بنشوفهم بيروحوا ضحايا لحوادث ماساويه لعدم التزام ممكن السائق او لسوء حاله وسيله النقل؟ ستي يعني احنا يعني بهمنا سلامه طلابنا، ولكن يعني موضوع نقل طلاب المدارس الحكوميه بواسطه الحافلات او الوسائط الخاصه هذا امر يخضع لقانون السير، وبالتالي لا يستطيع احد ان يخالف هذا الامر الا قانون السير، ورجال السير هم من يراقب هذه العمليه. يعني انا لا اخفيكي ظاهره نقل او استخدام حافلات الكيا او باصات الكيا لنقل طلاب المدارك الخاصه، يعني هذه ظاهره جديده ظهرت بسبب اسباب اجتماعيه واقتصاديه في المجتمع الاردني ولم تكن موجوده في السابق. يعني البعض يريد ان يرفع من مستوى الدخل، وبالتالي جاء يعني قام باستخدام او قام بشراء باص كيا حتى يقوم بنقل هؤلاء الطلاب. صحيح. البعض يعني ايضا ممكن تكون اسباب اجتماعيه بانه يعني نسبه التخوف لدى الاهالي من سير الاطفال الى المدرسه قد زادت وارتفعت بسبب وجود عدد من الحوادث على سبيل المثال. صحيح. ظهرت في المجتمع الاردني، وبالتالي الهيئه يعني المهمه الوحيده التي عليها تقوم بها هي دراسه حجم هذا الطلب، او اذا كان هنالك جدوى اقتصاديه ايضا من هذا الموضوع ستستمر يعني قدما. وانا يعني زي ما ذكرت لك واطمئنك بانه التعليمات تقريبا جاهزه، ولكن نحن ننتظر باشاره الاطلاق من مجلس اداره الهيئه بانه اطلاق هذه التعليمات والبدء بتنفيذ هذا النوع الجديد من الخدمه في المجتمع الاردني، والذي سيكون لاول مره في المجتمع الاردني. يعني احنا ليس لدينا نمط نقل طلاب المدارس الحكومية منذ تاريخ تأسيس الدولة الأردنية.
اها طيب ستي، بدنا نعرف هلا كسؤال اخير. نعم. ما هي الضمانات التي تقدمها هيئة النقل البري لأهالي الطلاب بسلامة أطفالهم؟ لأنه لسه ما عنا تعليمات وما في حدا مبدئيا محاسب بشكل رسمي عن الأرواح التي تزهق للطلاب. ما هي الضمانات وما هي أوجه التعاون بينكم وبين الأمن العام أو إدارة السر لو سمحتي للتوضيح؟ خلينا نطمن الأهالي شوي. والله التعاون على أوجه، يعني ظاهرة النقل الخصوصي يعني إحنا نتعامل معها دائما، سواء كانت لنقل طلاب المدارس الحكومية أو حتى لنقل الركاب، لأن للأسف يعني باصات الكيا مستخدمة لنقل الركاب أيضا، وكان هناك تعاون ما بين الهيئة وإدارة السير لإطلاق حملات من أجل محاربة هذه الظاهرة. لأنه يعني الهيئة معنية من خلال وسائط النقل المرخصة بأن تتوفر فيها كل سبل السلامة العامة، وهذه الحافلات لا تتوفر فيها للأسف، وليست مرخصة بشكل قانوني لنقل الركاب، سواء كان الركاب سواء كانوا طلاب أو غير طلاب. حتى أعداد الطلاب ستي التي تنقل في هذه الباصات أعداد غير يعني منطقية بعدد كبير جدا. أنا زي ما حكيت لك يعني هذا النقل الجماعي الخاص يخضع للقانون إدارة السير، وإخواننا في إدارة السير صدقا غير مقصرين أكيد لضبط طبعاً. هذه الظاهرة وهذه المخالفات، وليس من السهل ضبطها. يعني أنا ممكن أخذ مجموعة من المواطنين مقابل أجر، ولكن يصعب إثبات هذه المخالفة من قبل رجل السير، لأنه ممكن يعني يدعي السائق بأنهم هذول أقارب أو جيران، وبالتالي لا يمكن أن يعترف بأنهم ركاب مقابل أجر. صحيح. بدي أتشكرك أستاذة عبلة الوشاح الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري، شكرا لك وشكرا لوقتك. بنتمنى أنه تنطلق هذه التعليمات وتقر هذه المسودة للحفاظ على أرواح الطلاب وخاصة في مناطق جيوب الفقر والمحافظات. نتشكر وقتك ستي. أستاذ منذر، كنقيب لأصحاب المدارس الخاصة بدي أسألك هسه موضوع الكثير بيعانوا منه الأهالي، يعني خصوصا يعني خلينا نحكي عن تجربة شخصية أنا مثلا، يعني اللي هو تكلفة النقل العالية للطلاب. يعني مين بيحددها؟ يعني في آلية يعني مثلا من ناحية النقابة كضبط هاي التكاليف اللي بتترتب على الأقساط؟ يعني عندك الزي، عندك المواصلات، وعندك قسط المدرسة نفسه طبعا، غير ما يعني بيجيك كمان الرحلات المدرسية الشهرية، وأحيانا بتكون مثلا مدفوعة الأجر كمان من الأهالي في حال إذا كانت اختيارية، إذا حاب إنك تودي ابنك مثلا، أمور زي هيك، وبيجيها كمان موضوع النقل. في أمور ضابطة لهاي التسعيرات؟ لا يعني أنا حكيت في منتصف الحلقة إنه من الضروري إنك تغير نمط سلوكك إذا بدك. صحيح. خليك صحيح. هاي نقطة. النقطة الثانية، النقل عندنا في المدارس الخاصة خاسر، يعني غير مجدي. احنا بنقدم وسائط النقل، احنا خدمة للطالب، ومن ثم المدرسة تستفيد بجذب هذا الطالب من اي مكان اخر. بدنا ناخذ مثال. هلق انا مع قرار الشطب، مع قرار التحديث. يعني ناخذ مدرسة خاصة عندها 90 باص. 90 باص ب 50,000 بتحكي على 4 مليون ونص. أو 450,000 بعرف كيف يعني. هذا بعد 20 سنة بده يشطب هذا الباص وبده يجيب باصات 90 باص أخرى. بس الباص إذا بتسمح لي، الباص بينقل عدد كبير من الطلاب، وأقل طالب عم بدفع بالسنة للباص 200-300 دينار. أنا بدي أجاوبك، أنا بدي أجاوبك. لو حسبنا كلف الباص مع السائق وضمانه، في مدرسة بتنقل الباص حمولة كاملة وبنفس المدرسة عندها باص آخر بنقل 12 طالب، هيك بنحسبها. إحنا ما بنحسب على حمولة كاملة، يعني في عنا مدارس خاصة بتنقل 7 طلاب بالباص بس، بياخذوا من 7 طلاب على 20 طالب الثانيين. حتى لو أخذ 500 و600 و700 وفي 1000 دينار بتوصل للمواصلة. أنا ما بعرف الرقم هذا، في 1000 دينار أنا ما مر علي. لا لا بس بس الباص. أنا ما مر علي. بس اللي بدفع 1000 دينار هو معناته دخله 40,000 في الشهر، واللي بيدفع 7,000 دينار قسط مدرسي دخله 40,000. وهي الفئة الأسعار تكون منطقية بغض النظر عن الرواتب تبعت الناس. هاي فئة الأولياء الأمور اللي هم يعني ذو الدخول العادي مرتفعة بروح على مدارس أقساطها مرتفعة، هذا توجهات وتوجهات الأسرة. هذا ما لنا فيه. هلا بدنا ناخذ الغالبية.
عندك 80% احنا المدارس الخاصه ضمن الافرج اللي هو مع النقل بلاش النقل لكن 700 800 ل 1900 دينار. هذا في جانب، هذا شو بيقابله؟ ارتفاع في نسب الضمان، ارتفاع في الرواتب، ارتفاع في الصيانه، بتعرف الطلبه يعني ما فيش مدرسه خاصه الا حسب تعليمات وزاره التربيه والتعليم الا في بدايه كل عام انها تهيئ المدرسه ضمن شروط معينه، بالحد الادنى بنحكي احنا. طب استاذ منذر، دور النقابه انها تراقب هاي الاسعار لما تسمع انه مثلا في مدارس؟ احنا ما لنا دورنا، احنا اذا صدر نظام التصنيف وحدد الامور بشكل واضح بعداله، بنحكي هلا نظام تصنيف عادل يكون، احنا ما عندنا مشكله، احنا ما عندنا مشكله. من صاحب دور الرقابه على المراقبه على في الامور التربويه الفنيه وزاره التربيه والتعليم؟ وهي لا حقيقه لا تألو جهدا في متابعه امور المدارس الخاصه، يعني هي دائما متابعه، لكن حتى بتحديد الاسعار يعني لا ما لها علاقه الآن. طب مين الاسعار مثلا اذا رحت على مدرسه؟ عرض الطلب، عرض الطلب الان، يعني انا بدي اروح على مدرسه قسطه 5000 بروح، ما معي بروح على مدرسه 100 دينار. طيب وهذا موجود هلا في المحافظات في الارقام هاي مش موجوده في المحافظات كلها، في اطراف العاصمه عمان هذا الرقم تحكي فيه مش موجود. هلا بنحكي عن فئه المدارس اللي هي خمسه نجوم، بمعنى كيف تجد مدرسه خاصه من خمسه نجوم في الصف الكي جي 1 او 2 او الاول او الثاني في الصف 10 طلاب وعنده معلمتين معلمه مساعده. يعني هذا يعني في تفاصيل حقيقه الاعلام لا يعرفها. هاي الفئه ما هي بتدفع، انت بتحكي عن اقساط كثير عاليه، بس الغالبيه الكبرى اللي هو اللي بيعانوا، يعني مثلا انا عندي ولدين بالمدارس الخاصه بدفع كل واحد منهم 300 دينار، يعني هي 600 دينار فعليا قاعد انا بدفع للمدارس الخاصه بس للباص، مع انه احنا تقريبا بعاد عنهم، يعني مش هالمسافه اللي كثير بعيده، يعني نفس أنا نفس اللواء. الامور لا تقاس انه انا باخذ 300 دينار و400 و500، الامور تقاس في مدرسه في راس مال محدد. مشان احنا ما نشوش فكر الناس، اي مشروع تربوي انجز وافتتح الهدف منه التطوير من حيث انه الربح حتى يعمل لك تطوير. ما في مدرسه خاصه بتدرس مجانا أكيد. بتدرس مجانا ولا احنا جمعيات خيريه. هاي في عندنا معلمين وعندنا معلمات وعندنا مي وكهرباء. انا كولي امر مثلا بدي ادرس ابني بهاي المدرسه لانه سمعتها كويسه، خلينا نحكي من المتوسطات، يعني المدارس هاي الخاصه من المدارس المتوسطه، خلينا نحكي من ناحيه الكفاءات ومن ناحيه الامور التربويه، بس العائق الوحيد اللي هو تكلفه المواصلات، فانا راح اضطر احط ابنائي مع باصات اللي بتاخذ الاجر الخاص لانه اوفر. لا ما باخذ اجر، لا عفوا معلش ما هيك كحل ولي الامر يا سيدي الكريم. انت اذا بدك تنقل ابنك انت في باص الكيا بده ياخذ اقل شيء 20 دينار صح؟ مو اكيد اقل شيء صح. بالسنه كم؟ 200 دينار تدفعهم للمدرسه. السنه مش يعني انت بتحكي قاعد على الثمان اشهر، الثمان اشهر 160 دينار، بس لما اروح على المدرسه انا راح تاخذ مني فوق ال 300 دينار. اذا انت خالفت قانون السير. طب انا في حاله زي هاي لو المدارس تعاونت مع الاهالي من ناحيه انه وفي قانون ضابط للاسعار المواصلات ما في اسعار. هذا سيدي هذا استثمار. مع احترامي لنقابه المدارس الخاصه، انا بعرف انه النقابه معموله عشان تدافع عن المدارس الخاصه واصحاب المدارس الخاصه ايضا، ولكن مش بالغلط. ولكن أكيد طبعًا. احنا عندنا المدارس صارت ربح، يعني صارت عم بتتاجر بالتعليم، صارت الأسعار غير منطقية، مواصلات الطلاب غير منطقية، يعني ما في رادع وما في حد أعلى وما في ما بعرف، يعني بدي أعرف الجهة المسؤولة عن التسعير للمدارس الخاصة، ليش ما في عنا ضبط للموضوع؟ ما في إلا يعني إلا أكثر من جهة، بس إذا نظام التصنيف يعني اشتغلنا عليه مع الوزارة أعتقد بحل المشكلة. وإن شاء الله يعني بده فترة زمنية. هو مشروع من 6 سنوات 7 سنوات من زمن معاه. وللآن لم يقر. من زمن معاه في تفاصيل يعني يصعب نشرها الآن، هاي التفاصيل تتعلق في حجم المدرسة وشو بتقدم الخدمة. هنالك مدارس في غرب عمان أستاذي، مدارس كبيرة بدناش نقول 10 و20، مدارس كبيرة، هاي المدارس بتقدم نفس المستوى. الآن الخلل وين؟ انه هل اعطيهم هذول المعايير كافه واعطيهم القسط شو ياخذ، او انه اعمل تفاوت بين مدرسه ومدرسه. لذلك في عندنا مشكله، لا يوجد في الثانويه العامه ما في اثنين باخذ الاول لازم واحد، فاذا بدك تطبق المعايير بدقه بده يصير في تفاوت بين كثير من المدارس الخاصه الكبيره. طيب استاذ منذر هي مشكله قائمه، يعني الوقت داهمنا،
بس بحب احكي انه يعني لو طبقت هاي اللي حكيت عنها الدراسه اللي قبل ست سنين، كان احنا بالست سنين صار الوزاره يبدو يعني في حل الوزارة. ممكن حمى كثير اطفال تعرضوا لمشاكل مروريه لانه الاهل اتجهوا خلينا نحكي احنا بدنا لجوانب ثانيه يعني. خلال 30 ثانيه تفضل. ما بدي احصر كل مشاكل المرور في المدارس الخاصه. المدارس الخاصة عندها فوق 10-11 ألف حافلة تنتقل على مستوى المملكة. والحجم المروري على الشارع مكتظ، الحجم المروري لأنه ولي أمر الطالب بده نقل. الآن يوم تعذر النقل في المدرسة الخاصة بلجأ. هلا في مثلا في المحافظات في مدارس حكومية ما في نقل، بضطر يوديه بتراكتور بوديه يا ابن الحلال. أنا بدي ابني يصل مدرسة، هلا كيف بيصل؟ بطيارة بتراكتور بسيارة؟ ما عندي أنا بدي ابني يصل الحصة. هلا ترتيب هذا توجهات الحكومة وليس أنا يعني. شكرا. ما هو هذا موضوع نقاشنا أستاذ مندل، إنه كيف من ممكن نخفف الحوادث اللي بتنتج عن هاي. هذا مشروع. أنا استنتجت موضوع نقاشنا إنه بنتمنى الدراسات اللي على ورق تصير على الأرض. ما أنا مشكلة. نتمنى ما نضلنا طول عمرنا بس عم بنركز على موضوع إن شاء الله بنقر وإن شاء الله بنوقع وإن شاء الله نأخذ الموافقات. نتمنى التعاون بين النقابة بين هيئة النقل إدارة السير وبين وزارة التربية والتعليم. نتمنى إذا ولي أمر الطالب غير سلوكه أنا أعتقد بنخفف من حجم المشكلة في مدارس. هو ولي أمر الطالب ما يعني كمان سلوكه مقيد حسب مادياته. أتوقع ولي أمر الطالب كمان يعني هو بيشتغل شغلتين إذا بيدفع إنه يلاقي خدمة. والأم أتوقع. كمان بجوز بتشتغل وحابين يدرسوا الأولاد مدرسة كثير كويسة بس التكاليف العالية. كل شيء صحيح. يعني بدنا نشكرك أستاذ منذر، شكرا كثير لك وشكرا لوقتك وطبعا نورت استوديوهاتنا. حاليا نطلع على فاصل وبعد الفاصل راح يكون معنا الأستاذ أحمد أبو شيخة مؤسس مبادرة الحكومة الشبابية الأردنية. انتظرونا بعد الفاصل لتفاصيل أكثر.